نمرة ديالك هادي 17 30 81 سوس ريال. شحال دابا انتي خارجة لهنايا للزنقة؟ من تاني عيد ما عقلاتش عليك ديك السيدة. بحال غدرات يعني ما كنتش متوقع منها، ما كنتيش كتوقع انك غتخرج من الزنقة وغادي تعيش هاد الاداء. اي انسان انا يلا شريت واحد السيد باش طلعت عليه 66 بالهوندا وبالطويله ديالو وشتي هذيك راه حتى من الشرم حتى الحمد لله وبلدان تاخر. مشاهدي قناة سوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا مع فاطمة اللي ما رحمتهاش ختمو في الدار ورمات لها حوايجها للزنقة وتعدات عليها وتكرفصات عليها هي والوليدات ديالها. فاطمة حاليا باغا كتعيش في الزنقة من نهار تاني، ما عندها لا حنين لا رحيم، عندها غير دوك الوليدات باقين صغار. غادي نخليكم مع فاطمة تعاود لينا القصة ديالها. اشنو صار لها فاطمة؟ بسم الله. يا سيدي، هادشي اللي فاطمة الصوفي ام الخمسة الاطفال، راجلي متخلي عليا ما عندوش علاقه بيا، قال لك هو ما عندوش، ما قالش على الصداع ديال الدراري الصغار. بعد من 2012 في الدريه الصغيره اللي هي كتقرا في الرابع، راه هي دابا كتقرا في الرابع عندها 9 سنين وطالعه في 10 سنين. من داك الوقت حنا فارقين، كانت عندي واحد الدويره في ولاد احمد، كانت كونترا دا ورث ديال باه، كان هو ساكن في الود في الولفه، ولات ولادي كلهم مع شيخي وعدو وستي في الولفه. من بعد قسموا داك الورث، جا داك النصيب ضيع نصو وشرا ليا بالربع ديالو وقبلت. ومن بعد داز 5 سنين ولدت معاه 5 الولاد وبنيه قتلها في كرشي. ما عقلش عليا بنيه دفعني فيها في كرشي. كان بغى نقول ليه راه هادوك ولاد اكثر ما هما ولادي، انا راهي امراه، انا امراه، ولكن انت راه هو المسؤول عليا وعليهم، ولكن تخليتي علينا، انا خليت لك وجه الله. انت ما بغيتي تطلقني، ما بغيتي تعطيني صيري، ما بغيتي تعاشرني، ما بغيتي تفارقني، علاش دابا انت سمعتي هاد الفاجعه وقعت لولادك؟ لا ما مطلقاش، انا ما مطلقاش، انا دابا من 97 مخليني معلقه، انا لا انا مزوجه لا انا مطلقه لا انا قادره ندير اي حاجه، لان ما عرفتش. انا دابا خرجاتني مول الدار، ربما حقراتني هي كاري لواحد بروشات كاري لي مؤخرا شهرين، دابا من رمضان وما ساكنين، ولا 3 شهور من رمضان وما ساكنين، حتى جا العيد عاد سكنوا قرب العيد بشي سيمانه سكنوا صافي. هذيك هذوك الدريات سيباتو خارج الليل كله، لدرجه ان بنتي مريضه عقليا ماشي عقليا، ما نختصرو. المهم انا عانيت مع دوك الدريات ومع بنتي ومع ديك مولا الدار، حقرتني انا اللي بنتي انا مريضه، انا ما عندي حتى دريه بشكل، عندي دريليين، هذيك مريم مريضه ودريه خدامه ما بغاتش تجلس معانا، ما بغاتش تشوف داك العنف وداك الشيء، ما بغاتش، داك دارها قلبها ما قدرتش تستحمل، ما قدرتش تستحمل معايا ديك البنيه اللي مريضه، ماشي مريضه مسطي وانما مريضه نفسيا. هي دارت كسيده كانت تبعها واحد خينا خربقها حملها بركات معاه، شفت تعيت دعيته وقلت يعني عاب داك الشيء بفمي وادي، قلت لي هذاك الدري غتعصى ربي، فعلا عصى ربي، ولكن هي ام عازبه ما تزوجش بها، قال لك على 18 يكتب عليها ما كتبش عليها، ناض قلب على واحده اخرى ولد معاها ولا حاليا ولا ولدها، دارت كسيده ما عرفت واش هو اللي ضربها ولا دارت كسيده. المهم دارت كسيده خايبه وما خدت لا تعويض لا والو. دابا هذه سنين سنين دابا وانا معذبه. نرجعوا لهاد ختمو للدار هي المهم. لا سيدي كنخلصهم، كتخلصهم نهيله الواصي بنتي الثانيه اللي هي تابعه مريم، ايتام بينها وبينهم 3 سنين، هذيك هي اللي محمله بخوتها مروه ومحمد. وعدنا سيره مروه بنيتي، سيره ماما، هادشي ما في ما يتشاف.
المهم انا اللي طالبه انني كنعيش مع دريه صغيره عندها 6 سنين ودريه مجوجه ام عازبه عندها ولد خاونوا لي با شادو، ولكن هي انا هي عادي. تعيشي بالتسرب؟ انا تنعيش بالتسرب. كنمشي لواحد السوق تنضل مخزونه فيه، لان ديك المراه نهار لاحت ليا، نهار ثاني ثالث تلاقات معايا في الزنقه غلبت عليا. هي ماشي بحال، هي مقدره عليا وداك الشيء صحيح عليا وصغيره عليا، صغيره عليا وصحيحه عليا. درت معاها جدي، ولكن عذبتني انا. الباس كله كنحس بيه راقد عليا، وزرق كله حالتي حال تعدو الكفر بالله. البارح سنيت بنتي يعني سجاد رزي كلهم مضروب، ما تنقد لا نزيد لا والو، ما تناكل. من ذاك الوقت ما حاطه الضغمه في فمي، تبان حق من الباطل. بغى نعرف واش انا نستحق هذا الشيء. الا كنت كاع نستحق، انا على الاقل وليداتي هذوك اللي تلاح لهم الحمد ديالهم، اش غنوكلهم انا؟ انا داك الشيء اللي كان عندي، داك الشيء اللي جمعته، داك الشيء اللي جادوا عليا به خواتاتي وامي، راني عجزت فيه. شريت لي محويله ب40000 على قد الحال، واني راه ما تصرفناش عليه شويه هذاك النهار والغد ليه. مشيت قطعته على وعدي حيت ما قديش وما عنديش اللي قطعوا لي. مشيت قطعته عاد بزاف 70 درهم، شوت الرويس ب20 درهم، وجبت الجزار الدباح ذبح ليا ب100 درهم. المهم على قد الحال، المهم لاحت الكوسي. ولكن داك الشيء ما استفدوش به ولادي، استفدوا به البكمات كليبات وداك الشيء مرحبا. ولكن يعني كون هذوك الدراري تشانوا ليا او العواجوا ليا، شنو ندير انا؟ بارك عليا واحد الدريه راه عندها اعاقه دائمه وما استفدت لا بتعويض لا والو. انا اللي واقفه معاها بوجود واحد الناس يعاونوني بحال هكا طوق، يعاونوني الناس خضيره بفلوس باش ما جادوا عليا، راني تنجود عليه. وما بلي داك الدريه، وانا بيدي مبليه بلاني با مع دمشه، يعني عندي كارو وعندي صاير وعندي كرا وعندي كلشي وقايمه بالواجب. وهاد المراه حقرتني قالت لك بغات تجيب السكن عير الدريات، ما بقاش بغات نجوج. انا واحد جارتنا مجرئه كنبغي نقول ليها يا خصك الله الحق، دعيتك لله سبحانه وتعالى يرحم والديك في ذوك العواشر اللي تيدخلوا الناس اللي متشردين وتشرتيني، وانا ذابحه وبحالي بحال الناس، كنحس براسي بحالي بحال الناس. مادام ضحيه لولادي وجايبه لهم خضيرتهم وجايبه لهم مصروفهم، المهم بحالي بحالهم. داكشي اللي قدرني عليه وعرفني الله راني قد درته. شنو بغيت تقول للمحسنين اللي بغى يعاونني؟ ها انتم راه الحاله ضعيفه، اللي بغى يعاونني غيعاونني على وجه الله سبحانه وتعالى وعلى وجه ذوك الدراري. انا ما طالبه راسي والو، انا طالبه سكنه لذوك الوليدات، حقهم الشرعي بكاغتهم بحال مدنيتهم بحقوقهم، ولكن ما كاينش حقوقهم، حقوقهم ضايعه. انتم كتقولوا حقوق الطفل، انا ما عنديش ذاك الحق ديال الطفل ديالي. انا الاطفال ديالي كلهم ضاعوا، ضاع واحد انا ما عرفتوش فين مشى، والاخر انا ما عرفتوش فين مشى. انا بقاو مع جلسه الناس، وانا عندي جوج عزاير اخرين ما عرفتهمش فين مشى، واحد في 2005 وواحد في 2007. شوف ما تشردوا، ما عرفتش اش يديروا، واش يتشمكروا واش يتميوا واش سبابهم. يا هاد المراه انا ما نسمح لها الدنيا ولادي. انا ما تنبكي ما تنوح، انا طالبه بحق مدني يتحقق لوليداتي. اللي بغى يعاونني يعاون الله سبحانه وتعالى، اللي بغى يعاونني يعاون الله سبحانه وتعالى، اللي بغى يوقف مع هاد وليدات وجه الله راهم يسامى الحيين، رباهم قدو قداش ومخلي عليهم. انا وكلت فيه الله سبحانه وتعالى، كنقول لي عطيني براسي، انا باغا براسي. ما تعرف نلقى شي راجل يعاونني بديك الدريه صغيره، ما تعرف يربيها بحال بنتو. المهم الله يعلم. المهم انا بغى نتلى بشي راجل، انا باقي الله عندي 43، بغيت نعيش مع شي راجل، لانني انا تفارقت مع داك الراجل على 34. دابا انا عندي 43 عام وفارقة معاه دابا 10 سنين، ما تنعاشره ما تيعاشرني ما تيصير عليا ما تيجي عندي تيجي عيري برزقني يقول لي انا ما عديش ولا ما انا محل حتى هو خصني يصرف علي بحالهم وانا ما نعرف. واش غنقول لكم انا باختصار، انا ما قادش ندوي وما عديش الخاطر وما عديش القدره. اللي بغى يدير فيا وجه الله راه يلقى الله، اللي دار شي حاجه راه مخبي عليها على الله سبحانه وتعالى. عندنا مشاهدي قناة شوف تيفي كيف ما تبعتوا معنا التصريح ديال فاطمة اللي عندها 5 ديال الوليدات، جوج هربانين بسبب خت مول الدار اللي جات حيحات عليهم وتعدات على السيدة اللي فقادها كلهم زرقين. نتمناو من الناس المحسنين والمغاربة اللي في قلوبهم الرحمة يتعاونوا مع السيدة هذه في سبيل الله.
الرقم ديالها هو 0617 30 81 66، يعني مشى ليها كل شيء، حوايجها، فراشها، ولادها حتى هما مشاو. السبب هما السيده اللي تهجمات عليها ودوك البنات اللي كانوا معها. الرقم ديال السيده اللي بغيت يتواصل معها هو 0617 30 81 66.